حتى في اختيارات اللاعبين. يعني انا مهندس هاني الحقيقه عمل لي قعده انا وكابتن حازم امام مع اجيري واتكلمنا، وكان اعتراضي انا وحازم بوضوح شديد جدا 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 على غياب اثنين لاعبين، عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب النادي الاهلي، واتكلمنا شويه على احمد فتحي. يعني انتوا حضرتك بتقول لي برضو دلوقتي خبر انه الاتحاد اعضاء الاتحاد المصري قعدوا مع المدرب وقالوا له ان اختياراته ناقصه؟ لا يا فندم، لا 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 يا فندم، اللي قعد انا والكابتن حازم امام والمهندس هاني، المهندس هاني عمل لنا قعده دول ثلاثه من الاتحاد اهو مع اجيري، انا مش الاعضاء بالكامل بس عشان ما اظلمش الباقي. ايوه يا فندم، ففي ثلاثه من الاتحاد اللي هو رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد واحد اعضاء الاتحاد حازم امام. وكابتن حازم امام، انتوا الثلاثه قعدتوا مع اجيري وقلتوا له ان انا وحازم اللي قلنا له كنا متمسكين قوي بعبد الله جمعه ورمضان رمضان صبح. انا يعني وقلنا اسماء زي كهربا، وقلنا اسماء زي احمد فتحي، وقلنا وهو اجيري قال ايه؟ لان احنا ما نعرفش. لا هو عنده قناعات شديده جدا باختياراته، قال انا اخترت الصح واخترت الافضل واخترت الناس اللي هتنفذ لي خططي. انا حتى قلت له خلي بالك لازم يكون معاك ناس على دكه البدلاء تصنع الفارق، شايف من دول ممكن يكون كهربا، شايف من دول ممكن يكون رمضان صبحي. الراجل كان بيتكلم على المراكز وبيتكلم على ازاي الطريقه بتاعت لعبه، وايضا انه بيحب اللعيبه ما حدش يبقى قاعد مبوز، ما حدش يخرج من الملعب غضبان باسلوبه. قلت له احنا خلاص احنا فقط بنتكلم وبنقوله، في النهايه الاختيارات بتاعتك وانت اللي مسؤول عن كل هذه الاختيارات. هذه الجلسه حدثت في حضور المهندس هاني أبو ريدة.